صباحكم الله بالخير والكرامة، نحييكم من جديد إخواني المتابعين من كل مكان في قناتكم قناة كويت ليدر. نحن الآن في مدينة شيراز في وسط إيران، وسكننا في فندق هما والله أنا ملاحظ أن شيراز محاطة بالجبال، يعني قاعد أشوف شيراز محاطة بالجبال. هذا المسبح فاضي والله، برد يعني برد برد. أمس بالطريق اشتد البرد، فكان بندر عباس الجو يعني مناسب جميل، لكن لما حركت باتجاه شيراز لا نص الطريق يعني آخر الطريق اضطريت ألبس أثقل على الملابس، كان برد. يلا ننزل حق سبحانه. المصاعد اللي عند شيتهم في فنادق هما يحطون الكلنكس هنا عشان تأخذ كلنكس تضغط بالإزرار تقط تكرم بالزبالة. ما أقول لكم سبحانه بريوب سبحانه. بسم الله. خبز شوربة والأطباق هنا، والله الريوق طيب، بس أنا جاي بجرب هالمرة يعني ماني متريق يعني الريوق، بس الخبز شيء قوي قوي. الخبز الإيراني هني صراحة غير فكرتي عن الخبز، وياي بجرب من توصية بجرب الآش. أنا مو ربع الآش، بس يقول لي ذوق الآش في إيران، فقلت له عطني آش بجرب الآش اليوم. والله يستر تاكل آش وفي هذه الأجواء الباردة الجميلة في وسط شيراز. راح الحديقة شوي، في اكشن ورد ودنيا ظاهر في عرس، والبرتقال عزر قاعدين اليوم، سوي لنا مثل تكريم او شيء كذي، تكريم تكريم تقدر تقول تكريم حق فقيدهم. الخشن روز حزين منزل بيران دربان
نسمة الجنان زلفة فريشان بنفن طبعا هذا التكريم يعني حسب اللي انا فهمته وني طبعا في بعدها تقدر تشرب شاي وعشاء كذي تكريم حق شخصيه انا ما اعرف منو هي صراحه بس العائله موجوده ويون الناس يسلمون عليهم والعائله تكون واقفه برا يسلمون عليهم ويواسونهم ويروحون يقعدون مثل عزاء بس مو عزاء وهو تكريم للراحل خلنا نمشي الحين ونروح في طريقنا والله في حضور ظاهر الشخص هذا يمكن معروف في شيراز الحين داخل جولتنا ونشوف شنو بالمدينة ما أعرف شيء ماشي جطل امشي خليك على البركة طبعا أنا بالرحلات ترى ما عد شيء اللي قدامي أشوفه لأن لو بتعد أنا عندي كثرة تنقل ما تخلص كذي تروح لأماكن المميزة بالمدينة هذا هو أهم شيء جراندازر واقف هناك بس ما بنطلع فيه صراحة نبي بريك بعد قيادة أمس أنا طلعت مع الريال الطيب قلت له ودني كم مكان أنا ناوي أروح له والأخ الكريم يتكلم عربي ما شاء الله زين راح يساعدنا تقول في مطعم اسمه كويت؟ مطعم اسمه كويت؟ مجمع يقول في مجمع اسمه كويت معروف كلها ازهرات جوتي ملابس كويتي داخل موجود يلا بعدين نبرو بالليل نروح مجمع كويت نزلت هني مع قاسم والله ما قصر خوش ريال زين والله يطقطق عربي طب شلون تعرف عربي قول له طقطق مني من هناك تعلمت كل شويه مع القران شويه مع هذا فهمت عربي الحين انا جاي في شاعر مشهور في شيراز اسمه حافو لا قبر هني بس مشهور بالمدينه هذه قديما وعنده أشعار متنوعة عربية فارسية إنجليزية حتى يعني حتى الأجانب يعرفونه هذه التذاكر ولا شنو خروج ما أدري شلون أدخل طبعا في تذكرة سعر رمزي يعني بس الإيراني طبعا بسعر والأجنبي سعر ثاني بس يعني شلون صادني أجنبي ما صادني إلا لما تكلمت أصلا لو ساكت حافظ هذا بس ما قلت لكم شاعر فارسي قديم يعني قديم 800 سنة يمكن 700 سنة هذا الضريح هني بس هو مشهور في عصره مشهور حافظ الشيرازي شاعر غنائي هو وكذلك حافظ للقرآن عشان شي يسموه حافظ لها قصة يمكن كلمة حافظ وترجموا أشعاره إلى كل اللغات لها أشعار كثيرة
الفارسية والعربية. ذكرني في ذكرني نفس طبيعة وطريقة اللي رحنا له جلال الدين في تركيا. هذا هني محل بيع الكتب. بعض الشغلات واحد يشتريها. كافتيريا. شوفوا قاعدة الشاي. تقعد هني. قاعدة الشاي. بعد شوي بيقعد. صب شاي. بس خلنا ناخذ جولتي. بعد الجولة. حديقة أخرى بس تالي نكمل. هذا هو ضريح الشاعر حافظ. هذا ضريحة وهذه المحلات يبيعون المتعلقات من كتب وأشعار وكل متعلقات هذا الشاعر تنباع في المكتبات. هذا ضريحة. ها نحن الآن نحدثكم من أمام ضريح الشاعر حافظ الشيرازي. هذا شاعر من شعراء القرون القديمة في شيراز. لا أشعار فارسية وعربية ومترجمة إلى العديد من اللغات العالمية وشخص معروف. وهذا مكان دفنه في شيراز وضريحة هنا. وتوجد مكتبات حوالين الضريح تحتوي على أشعاره وكتبه وتباع في هذا الموقع كلها هنا. طبعا المكان مثل مقبرة وفي كذلك بعض القبور في المكان لشخصيات لا أعلمها صراحة، لكنها مدفونة في نفس المكان اللي احنا فيه. هذا اسمه يعني ضريح أو مقبرة حافظ. منسوب المكان له، يمكن انه يكون بيته أو شيء سابقا، الله أعلم. شباب فيكم شاي؟ المكان اللي توه مرينا عليه. خلونا نقعد نشرب شاي وتالي نكمل المشي. اشتبي بعد اشتبي احلى من كذي. اجواء قديمة من الجيري والخشب القديم. ها وحاط لك هالشاي. يا سلام والله انقذتني. توهقت ما ادري شلون اطلب ولا هذه اللي تبيع تعشى عربي. انقذتني قالت لي ها شو تريد عيني؟ قلت اوه انت من العراق؟ قالت لي لا انا من عبادان بس اتكلم عربي. قلت لها والله انقذتيني. تريد شاي؟ والله اريد شاي. وضبطتنا الشاي جزاها الله خير. وحياكم يا الربع. حياكم. مخمخ الراس بعدين نكمل المشوار. شكر شكر الدارسين. شكر ودارسين تحوس وحركات وكذا لغاية ما يذوب ويحلل لك الشاي. الحين يا شباب شو نسوي بعد ما نشرب الشاي هني؟ نطلع ونمشي باتجاه الجبل. طبعا هني تو راعي التاكسي يقول لي في تلفريك اذا طلعت فوق في ثلج. والله اكيد في ثلج اللي امس انا شفته يعني برد برد قوي. يعني اكيد فوق الجبل في ثلج بس انا ما شفت لان انا اصلا كنت داش بالليل.
دشيت شيراز بالليل فما شفت الجبل او بياض او هالسوالف. بس قال لي يعني في تلفريك وفي ثلج فوق اذا رحت. بس انا ابي امشي داخل المدينه وبروح على مدخل المدينه بين الجبال. مدخل المدينه وانت جاي من اصفهان يصير بين الجبال، بروح مشي ذاك الصوب. يلا شربنا شاي، قعدنا القعده الجميله. خلنا نطلع ونمشي. حيل حلوه هني صدق، الجو حلو خريف، بدأ تساقط ورق الاشجار، الجلسات في الحديقه يلا شباب اللي يني نقعد وياه هني وندردش. يا سلام، خيلي خو في هناك بعد قهوة ومطعم ذاك الصوب. شوف في المكان تقدر يعني تبي تاكل ولا شيء تقدر تقعد. هذه بس بالنهايه ترى مقبره بس رايق حلو. هذا مبنى حكومي، اداره المدرسه والارشاد الاسلامي ستان فارس. ظاهر انه مبنى حكومي. امشي انا باتجاه الجبل، في هواء شويه ما عليه. هذا مسرح او شيء بس مسكر، ما ادري عباره عن شنو. تو وانا في التاكسي قلت له انا ساكن في فندق هما، يقول لي هذا الفندق من ايام الشاه، مو الشاه بعد ابوه، يعني يقول هذا صار له الحين يمكن قريب ال 100 سنه. تخيل المكان اللي انا ساكن فيه بيصير له تقريبا 100 سنه. باغ جيهان، باغ جيهان شنو حديقه. مثل حديقة ما شاء الله. يا كبرها. حديقة ضخمة. باغ جيهان. هنكمل. يعني ما يحتاج اروح حديقة. بس يعني ملفتة للنظر، شوف سورها وطريقتها، هذه أكيد كانت معمولة للملوك أو شيء. رأيكم بهالحركة؟ مظلة على المطار، ها؟ يقول كذي، يا سلام، دفء وحماية، مطر وشمس، شغل عدل. عابر بنك سبة. يعني وانت عابر سبة. انا وصلت التقاطع الرئيسي اللي وانت داش شيراز دش منه، وانت جاي من اصفهان دش منه. اللي جاي من اصفهان هناك دشوا الميدان الرئيسي، هذا ميدان شيراز. ان شاء الله احنا اذا غادرنا شيراز بنروح اصفهان، راح نروح هناك. هذا فندق شيراز.
أضخم فندق في المنطقة. أضخم فندق في شيراز هذا. خمس نجوم مكتوب عليه. أول دخول شيراز موجود. إن شاء الله هني موقع المغادر، راح نغادر من هني باتجاه أصفهان. أصفهان كذي بين الجبال يجون هني. بس ما شاء الله الفندق يعني مبني على الجبل، عرفت؟ كذي محفور ومبني. بس هذا أفخم فندق في المنطقة. طلعنا بتاكسي يا شباب، نروح موقع ثاني نمشي فيه. مشينا بالشارع خلصنا، نروح شارع ثاني. هذه ملاهي هنا. الشوارع مكشوطة، هذا الكشط اللي بالشارع حق الثلج أتوقع.